سريعا، ايضا وزاره الاثار اعلنت عن اعداد او بتعد حاليا كراسه شروط لتطوير منطقه اثار قلعه صلاح الدين. منطقه القلعه الحقيقه منطقة أصيبت ب يعني عشوائيات ودمار وأشكال، يعني مش دي القلعة اللي كانت موجودة كأهم أثر تاريخي من يعني موجود في بلدنا، واحد من أهم الآثار التاريخية اللي موجودة. معي على الهاتف السيد وزير الآثار السيد محمد إبراهيم. مساء الخير يا فندم. سيد الوزير مساء الخير، لو تقول لنا الخبر اللي قريناه على رويترز من اعداد كراسه الشروط لتطوير منطقه القلعه، بتطرحوا ده لمين وايه هدفكم يا سياده الوزير؟ اولا زي ما حضرتك، اولا كل سنه حضرتك طيبه والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الموضوع ده زي ما حضرتك قلت بالظبط، ان القلعه بعد التطوير اللي حصلت له في بدايه الثمانينات اصابها كثيرا من السهوله ولابد ان كان يلتفت ليها. وبالتالي نعلي الصوت يا جماعه شويه، اتفضل يا فندم. احنا دلوقتي بنعد في لجنه عشان تعد كراسه شروط وبتطرح على بعض المكاتب الاستشاريه المجانيه اللي هتتبرع باعداد دراسه متأنيه كامله لمنطقه القلعه بكل ما فيها من مباني تاريخيه ومتاحف. حضرتك عارفه ان متحف قصر الدواره منذ ان اصابه ما اصابه في 75 لم يصيبوا اي، يعني احنا صلبينه ولم يصيبوا اي تعديل ولا اي نوع من الترميم لانه متطلب لاموال كثيره جدا. وبالتالي كان لابد من دراسه المنظومه المتكامله لكل المنشات اللي موجوده في منطقه قلعه صلاح الدين بكل ما فيها زي ما قلت لحضرتك من متاحف ومباني تاريخيه وحتى المنشات بتاعتها كانت هناك بعض التشققات فيها. وبالتالي كان لابد انها تتجه لذوي الخبره في هذا الاطار علشان يعدوا مشروع متكامل اولا لترميمها بالكامل، ثانيا كيفيه اعاده توظيفها بما يحقق النفع على الاثر وعلى الوزاره وعلى الدوله ككل. طب مين اللي هيمول هذا المشروع يا سياده الوزير؟ الحقيقه احنا جالينا بعض العروض من بعض الدول الاجنبيه ان هي هتمول المشروع، بس يعني هتمول المشروع اللي هو الدراسه المتانيه لهذه الاعمال كلها. طيب يعني احنا نتمنى، يعني هتطرحوا كراسه الشروط امتى يا فندم؟ احنا دلوقتي بندرس اللجنه اللي بتجتمع علشان تضع الكراسه الشروط وبعد كده هنطرحها طبقا اللي هتحطه لنا بعض المكاتب الاستشاريه المتبرعه بالدراسه. وممكن اكيد اليونسكو ممكن يساعد في مجموعه من انا بس عايز اقول لحضرتك اليونسكو لا يساعد، اليونسكو لا يساعد بالاموال، اليونسكو يساعد بالخبرات فقط، ولكن اليونسكو لا يقدم اموالا على الاطلاق. هي ديت يعني معلومة ربما في هناك سوء فهم بالنسبة لها. اليونسكو ليست منظمة تدعم بالتمويل، تدعم بالخبرات الفنية وتدعم بأن هي تكون ما يسمى بالفند ريزنج كامبينز أو الحملات جمع تبرعات، لكن اليونسكو لا يجد لديه أموال لكي يدفعها مباشرة لأي دولة تحتاج للمساعدة. طيب هل ممكن نعمم ده على مجموعة من المناطق الأثرية؟ بمعنى يعني كان في اقتراحات من خبراء اقتصاديين كتر ان مثلا ناخد منطقة السلطان حسن ونبتدي نشتغل عليها، يعني ناخد منطقة منطقة نطرحها للقطاع الخاص او نطرحها لطرح دولي زي ما انتم هتعملوا مثلا في القلعة. يمكن القلعة مشروع ضخم جدا، لكن في مناطق أثرية إسلامية عظيمة والعشوائيات يعني تكاد ان تدمرها. حضرتك كما لو كنت جالسه معنا النهارده احنا هنطرح واحده واحده مشروع مشروع. احنا دلوقتي بنشتغل على القلعه والنهارده كنا بنعد موضوع ثاني بما يسمى بجبانه المماليك. حضرتك عارفاها اللي هي في الناحيه اللي من صلاح سالم على اليمين وانت رايح للعباسيه، المنطقه دي اسمها جبانه المماليك مليئه بالاثار الاسلاميه. وبالتالي بندرس ايضا نفس يعني بنخلص من المشروع الاولاني من القلعه لانه لابد ان يتم التعامل معاه بسرعه شديده جدا، ثم ان شاء الله بندرس في نفس الوقت علشان يلحق به المشروع الاخر وهو منطقه جبانه المماليك. وان شاء الله احنا شغالين في شارع المعز وهو منطقه قديمه، لان فعلا الاثار الاسلاميه بتعاني بشده نتيجه وجودها داخل الكثافه السكانيه العاليه، بتعاني من المياه الجوفيه، بتعاني من الكثير من التشوهات والعشوائيات، وبالتالي محتاجه لنظره مننا. واعتقد ان هناك الدكتور برضه بيساعدنا كثيرا والمهندس ابراهيم محلب هيئة بيقدم لنا كل الدعم حاليا وبننفذ ما جاء في دستور 2014 بان الدوله ملتزمه بحمايه الاثار وترميمها. سياده الوزيره هتعملوا ايه في مبنى الحزب الوطني؟ واعتقد كان في جدل بعد ما اعلن. اتفضل.
هذا هو سؤال مهم وانا كنت متوقعه من حضرتك واشكرك عليه. هناك مجموعه بديهيات بالنسبه لهذا المنطقه المسماه اعلاميا بمنطقه ارض الحزب الوطني. اولا هناك كثيرا من الحقائق الثابته. اولا ان هذه الارض كانت اساسا جزء من المتحف المصري عندما انشئ سنه 1902، وكان المتحف مطل مباشره على النيل. ثم جاءت فتره تم انشاء ثلاث مباني اللي هو المتور الرئيسي، المبنى الرئيسي، ثم مبنيين فرعيين اللي هم اصغر حجما، ثم حدث تم استخدامهم بكثير من زي الاتحاد الاشتراكي والحزب الوطني وغيره، يعني في حاجات كثيره تبادلت على، وحتى مجلس الشورى كان له بعض التواجد في هذا المكان، وبالتالي اصبح كان الواقع موجود. ثم الحقيقه الثانيه وبرضه مهمه، تم اضافه التاور الرئيسي ده او المبنى الرئيسي في قرار على انه منشاه تاريخيه، نسبه الى ان من انشاه ووضع تصميمه هو المهندس محمود رياض الذي انشا مبنى جامع الدول العربيه. تم اضافته كمبنى تاريخي. تاريخي ازاي يا فندم؟ ده انشئ سنه في الستينات. ايوه يا فندم، لان هو مرتبط بشخصيه تاريخيه مرموقه. آه ماشي، بس البنى بنى يعني عادي. ما انا بقول لحضرتك هو مش مبنى معماري ذات نظام متميز. طيب. هناك فرق. وبالتالي هناك من يرى ان لابد من الابقاء على هذا المبنى بشكله على اساس ان هو مرتبط بالمهندس محمود رياض والذي بنى جامع الدول العربيه، وهذه وجهه نظر لابد من احترامها خاصه وانه صدر قرار باعتباره مبنى تاريخي. ثم حدثت الثوره واصاب المبنى ما اصابه، ولدرجه ان المبنيين الصغيرين كان خلاص هناك قرار بهدمهم لانهم معرضين للسقوط. المشكله بقى تكمن في المبنى الرئيسي اللي هو مبنى الثور الرئيسي ده. ماذا يمكن؟ كيف كم سوف يتكلف؟ يعني من ترميمه ده تتكلف كام؟ مش معقول ترميمه انشائيا فقط؟ لا طبعا، كما قال معالي وزير الاسكان اكثر من 65 مليون جنيه. ليه اصرف عليه كل ده؟ ده مبنى متهالك اساسا. انا بعرض حضرتك الموضوع ده يعني بالتفصيلات. راى ان هو انشائيا سوف يتكلف 65 مليون جنيه. ثم بعد كده مهمه جدا ان هو عشان يعاد استخدامه هيتكلف اكتر من 150 مليون جنيه اخرى. كان في فكره كمان انه يطرح لانه يتعمل فيه اوتيل مثلا، فندق. اولا يا فندم المبنى مش مجهز انه يوضع اوتيل، حضرتك ست عارفين عارفه ان المبنى ده عشان يكون اوتيل ده مبنى انشئ لكي يكون مكاتب. لا انا قصدي يتهد يعني والقطعه الارض لا تطرح. هنا بقى هنبقى في وقفه بقى، لو اتهد يبقى اذا لابد ان يعود الامر الى مكان عليه. طبعا. وبالتالي المتحف له حرم وله منطقه تجميل، لان المتحف اصبح اثر وبالتالي بيخضع لقانون حمايه الاثار. لا انا اعتقد انه الافضل هو ان يكون يعود حديقه، المتحف محتاج حديقه، محتاج مكان. حديقه يا استاذه لميس، وانا بقول لحضرتك على الاقتراح ده، ليس حديقه فقط، احنا هننزل تحت الارض حوالي دورين لكي نستغله استثماريا بالناحيه الارض ديت، ثم يصبح المنطقه مفتوحه تماما. حضرتك جيتي من عند مجمع التحرير هتشوفي منطقه خضراء متصله، كل المباني العشوائيه المحيطه بالمتحف سوف تزال تماما، توضع كما هو متحف اللوفر في باريس. بالظبط، لسه كنت هقول لحضرتك على متحف اللوفر، له حرم واسع جدا. احنا عاملين ماستر بلان لهذه المنطقه بالكامل بالكامل، وعاملينهم جاهزين، وايضا التمويل سوف يجي من الخارج. طيب احنا واقفين فين دلوقتي؟ هل في خلاف داخل مجلس الوزراء في هذا الامر؟ لا يا فندم، لا يوجد خلاف على الاطلاق. احنا دلوقتي المهندس ابراهيم محلب اقر ان المبنيين الصغيرين يتهدم، ثم سوف نجلس ندرس الحاله الانشائيه للمبنى الرئيسي، ثم بعد كده نجلس سويا لنرى ما هي افضل السبل لاستخدام هذا المكان، وعلى احنا كوزاره الاثار نرفض قطعيا امنيا وشكليا طبعًا بالنسبه للمكان استخدامه باي حال من الاحوال. لا ده لازم يتهد ويبقى لا يصلح. لا يا استاذه لميس لو سمحتي لي، لا يصلح لكي يكون اوتيل، لان الباك يارد بتاع الاوتيل هيبقى جوه المتحف، يعني حضرتك عارفه المطابخ والمحطات توليد القوه وكده هيبقى جوه المتحف. صحيح صحيح، وهنا مش هيقدروا يعملوا في الخارج، وبالتالي صحيح. لما اضيف بقى العرض المتحف الخارجي الموجود قدام المتحف لما حدث في ميدان التحرير من ثورتي يناير ويونيو، اعتقد ده هيضيف بعد جديد ثقافي، وسوف نحتفظ بالقيمه التاريخيه لهذا المنشأ. اذا كان سوف يزال الذاكره التاريخيه للمكان مزبوط. سوف تكون مرتبطه وموجوده ايضا، نحتفظ للمهندس محمود رياض.
نعم. بالإضافة للعمل. بشكرك سيد الوزير وزير الآثار سيد محمد إبراهيم. أعتقد ده هو الأفضل، هو أنه يكون جنينة وحرم للمتحف المصري. ده المنطق يا جماعة. أوتيل إيه هنا؟ ما أنت أوتيل ده عايز جراجات وعايز مكان. طب ده هيكون فعلا الباك يارد بتاعه إيه؟ لازم برضو نفكر بشكل له علاقة بجماليات المكان. اللوفر له حرم واسع جدا، حتى عملوا فيه الهرم الزجاجي الجميل اللي موجود في ساحة اللوفر. يعني كل متاحف في العالم، في النمسا، في كل الأماكن اللي زرناها، متاحف العالم كلها لها حرم واسع بيحيط بيها، بيساعد في الشكل الجمالي. خلونا نفكر بشكل جمالي وبشكل يجعل البلد فيها متنفس، مش كله علب 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 علب. خلونا نفكر بشكل يجعل بلدنا جميلة وبمنظر تنسيق حضاري جميل. إذن ما زال هناك في خلاف وفي آراء مختلفة، لكن هنفضل وراء هذا الموضوع حتى يتم الحسم فيه. قضايا كتيرة محتاجة حسم، وإحنا الحقيقة يعني بنحبذ الحسم والسريع في هذه القضايا.